مشاو البارح مشاو باللي مع 9 ديال الليل كانوا خدامين كانوا جارين ساكن في البحر كانوا جارين في البحر باركو جار وكاين باركو اخرين جارين واحد شويه تقلب بهم الباركو وكيغوت الاخر غوت في الراديو الرئيس ديال مرمرة هذا الباركو اللي مشى غوت في الراديو عاد قرح تقلبوا صافي مشاو الباركو مشاو جمعوا الماتريال مشاو كيقلبوا عليهم مشاو مساكن ما كانش شويه البحر البارح كاين البحر قلبهم تقلب قلبهم مساكن وما دابا الشكا في البحر عز الثقل والحوت والغيس وكيجمعوا ديك الشكا كيجمعوا المربوط تقلب بهم حتى واحد ما بقى باش يعطي الخبر شنو وقع واشنو وقع المهم باينه باش مشى البرك والاخر ديال الشهر 12 باش مشى هذا الثقل مشاو الثقل مساكن هما 10 الناس هما 12 واحد جوج مانكين ما خرجوش فيهم الدري خويا فيهم يشو الرئيس ولد عمي وكاين ولدو كان واحد الولد عندي اخر المهم كلشي العائلة جو غير البارح باش يصبح لها البارح خرجوا بالليل شافوا فوق ما السادي مساكن قدام الله صدق وقال الحادثة الرئيس المسكين غوت في الراديو غوت على خوه قال لي عاد قرح عاد قرح عبد الله عاد قرح خوه مع جبد الراديو مع ذوك جوج كلمات اللي قال عاد قرح عاد قرح صافي عباد الله كيسولوا شكون هذا فين اش مباركو اللي ما كاينش قال المرمرة اللي ما كاينش كلهم زوجين هذا الرئيس مشى هو ولدو وديالها تزوجها لواحد 3 شهور هذه الاسم ديالي عطار علي هذا البروكو سيدي راه يمكن عنده الثقل ديال الغيس تيكون في البحر كاين الحجر على البروكو الى هي ثقيله وفي البحر اي حاجه ممكن تكون ويمكن يكون بوحدو مشى البحر راه يديه بوحدو حيت دابا حنا غير كنقولوا الواقع اللي كاينين ولكن اغلب الا كان البحر راه كيمشي الباركو بوحدو راه يتقل هذا الباركو اللي مشى الباركو اللي مشى خدامين تما فوق من 80 باركو اللي مع اللي كاينين في ذاك البلاصه الناس خارجين على حسابها زايج وتما بلاصه ديالها زايج ما كاين شي واحد اللي تذكر كاين تقل ولا كاين الحوت كثير ولا كاين حتى شي حاجه الناس تيقولوا كيشهدوا بما انه هو ما كانش تقل اذا الباركو قلب البحر باركو تقلب البحر واي حاجه تكون ويكون اي حاجه الباركو الا كاين البحر راه ديما في الخطر كلهم خلاو وليدات كلهم خلاو وليدات حنا هو اللي ما عندوش وليدات مسكين اما كلهم خلاو وليدات واحد ولد خالتي خلا مسكين عنده 3 د المعوقين في الدار ولد خالتي وحماد وحنس محمد ومحمد عنده 3 خل اي عندك دابا تشوفهم 3 د المعوقين عنده في الدار وعنده 5 د الاولاد جوج مسكين وثلاثه راه معوقين في الدار وخلا المراه دابا الله اللي كان طلب المسؤولين ديال المغاربه المسؤولين ديال البحاره واخا نقدر نقول لك انا المسؤولين ديالنا ما داوهاش فينا المسؤولين حنا شحال من واحد مثلناه شحال من واحد مثلناه شحال من واحد وقف معاه وقفنا معاه حتى طلع هضرناه الرئيس ولكن كيسمح يدير في المشاريع ديالو شحال من واحد شحال من 73 كنا واقفين واحد الاضراب 73 كان عندنا واحد الكوماندار سميتو الحبيبي الله يذكره بخير والله الله يرحمه الله اعلم كان وقف معنا حنايا تطبق لنا جميع القوانين واصبح هذا تم كوماندار مشى مسكين من تما من 73 ان ما بقات عندنا السنديكا ما بقات عندنا الجمعيه ما بقى عندنا حتى شي مسؤول اللي نعرفوه وشحال من واحد قال لنا ترشحوا معايا وقفنا كيصبح الرئيس كان وقف على الرئيس عام عامين كيمشي يشري باركو ديالو ملي كتجي ذاك الفلوس هو حنا كان غير بيناتنا هذاك السيد بحالنا بحالو ولكن من نهار اللي تيكون الرئيس هو كيمشي يجي جنب باركوات تدار الباركوات نسانا حنا شا العدد من واحد ماشي غير واحد مهم انا عشت 40 سنه في هذا الحمد اقول 45 عام ديال المرسى البحري راه ما عنده حتى شي قانون وكيخلص القوانين قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي